السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير جمعة مباركة. وكي دايرين؟ كي داير الأحوال؟ وكي دايرين هاد الجمعة يا أخت؟ اليوم يا أختي كنقولو جمعة مباركة، اللي سوا واللي ما يسواش. اللهم اغفر لك وعليك وعلى، خذ راحتك يا عم. خير، كي دايرين؟ كي داير الأحوال؟ وعاش من شافكم وتقولوا العذرة غبر علينا. ميم تختي، راني حاس الخدمة مع الناس، فهمت؟ لكن غادي نقول لك، كل يوم واحد السيده دخلت عندي للتليفون، لكن دارت وصفه كاذبه باش تحضري صانكم. هي خرجت على الراجل ديالها، دارت مصيبه كحله، فهمتوا؟ دخلت عند شي وحده في اليوتيوب وشافت شي وصفه وقالت ليها هذه المحبه باش الراجل ديالك يبغيك، لكن هي بالعكس ديك الوصفه للكراهيه، فهمتي؟ وداك الراجل غادي يتعدى في طول حياته، غادي يتعدى في طول حياته، فهمتي؟ باش تحديو راسكم، حديو راسكم في التعاليق. كتدخل وحده تقول لك وانا شريفه، والله شريف هذيك راها نصابه، راني رفعت بها دعوه هاد الايام عند البوليس بالتليفون ديالها، بالصوت ديالها، بكل شيء، كيهدوا الدريات، غزر الله فيهم. انا قلت لهم تدخلوا حتى عند شي واحد، ولكن بقاو فيا من صيفطوا لي الدلائل وكل شيء. ديت هنا للبوليس، البوليس ديال اسبانيول مهدينه، وقالوا لهم نشروا التصاور ديالكم في الاباحيه وفي الجروبات، الليبيين والمصريين وكل شيء دايرين جروبات هاد الشعوذات. حضيو راسكم، هادوك المشعوذات ودوك المشعوذين صحابات الوصفات المغاربه، راه غير النصب والعتيه، راه غير النصب والعتيه. حضيو راسكم، كتدخل عندكم تقول لك انا شريفه، او الله شريف، ولا سيده، ولا سيد. حضيو راسكم، انا رفعت بها دعوه عند البوليس هنايا، وديتها لوزارة الخارجية، وديتها للقنصلية، وصيفطته للمغرب بالأرقام ديالو، لأن عندي ناس، كان عندي واحد من البرلمان هنا، وقلت لك داك المحامي اللي جا عندي من مكناس، فهمتو؟ اللي داويته هو المرة ديالها، وراه ولدت تبارك الله، فهمتو؟ عطيته الدوسي بالأسماء ديالو وكل شيء، ومهدينه وكل شيء، فهمتو؟ واحدة من بركة، وواحدة يقول لها بنت لجواد، حضيو راسكو، هادوك اللي يقول لك لجواد وهادوك غي ياخدو الصورة ديالك يزوجوك للجن، فهمتي؟ نديرو هذا الخيط، نديرو هذه الصورة ديالك، غير انت تصيفطي الصورة ديالك والصورة ديال الراجل ديالك، هذوك بنات الجواد وذبح هذا ودير هذه، كيدخلوك للعالم الجن، غير تعطيه الصورة كيدخلو كلش، فهمتي؟ يزوجوك بالجن، حياتك مبهدلة، شتي ديك الأغنية؟ حياتي مبهدلة، وخاصك ديرها وتبكي على راسك، ما تعطيو تصاوركو، ما تثيقو، فهمتو؟ وعاونوني رفعوا به دعوة، لأن أنا نرفع به دعوة لليوتيوب، فهمتو؟ هاد السيدة دارت مصيبة، ومصيبة كحلة، ووصيتكم راه ديك النهار في انستغرام، تاريك وحدة دخلت لواحد الوصفات كاذبة، قالك كيبلعو كيحلو، ما نعرف المرأة ولا راجل كاين تقبهم عباد الله، كيدير وصفات كاذبة، قالت ليها خاصك ديري القفل تحتك محلول وتقفليه، والنهار الآخر تديه ترميه باش الراجل ديالك ما يدير الخيانة الزوجية، لأن هي كبدات على الخيانة الزوجية. ها هي تقفت راسها بيديها، تقفت راسها، هذيك خاصها ديرها تحت الراجل، وتالي تقف داك الراجل حياته غادي تبهدل، ما يبقى لا زواج ولا نكاح بيناتهم. بعد النكاح ودعيه، ياك متزوج على الورقة على النكاح حاشاك وسمعوا لي فيها، ودعيه يا حبيبي، نفسه تموت ويبرد، لا في العمل ولا في الصغر، يبقى ديما راس واجعه، فهمتوا؟ ديروا يا اختي، راكم نتوما خرجتوا على ولادكم وبناتكم ورجالتكم بيديكم، ما حاسكم حتى شي حاجة، وتقولوا راه عندنا سعر الكراهية وسعر التفريق في ما كان شي وصفة كاذبة. راه وصلتني واحد الوصفات، راه شي ناقلها مشي ناقل كيديروا الملحه في المقله، نتاع السبت، حذاري المتابعين ديالي، ما ديروش ديك اللي كيسميتها هذيك الكراهيه، غادي نهضر لكم عليها، ما ديروش هذيك الوصفه نتاع السبت، راه واحده ناقله واحد، راه يا اختي الوصفات وكسميتها مغاربه ومغربيه، قال عين القديد بعض، غير سرقني نسرقك، متعدين على الخدمه، بهدلوا الخدمه، ما تعرفي من السحار، من السحاره، من النصاب، من النصابه، من الفقيه، من الزاني، من الزانيه، تبهدلت يا اختي. وهذوك صحاب الذبيحه وبنات الجواد راه غا الشياطين يزوجوك للشيطان بالصوره ديالك، حياتك مشات. راه كاين اللي دخلت عندي 15 عام قالوا لها نقطع لك الشرب وهي تصرف، كل شهر تصيفط لنا، وكاين اللي قالوا لها ولدك نقلعوا عليه المثليه وهي تصيفط من شهر لشهر، وكاين اللي قالوا لها نقلعوا لك سعر الكراهيه من شهر لشهر 8 سنين 9 سنين، خلاوهم ودراوهم، حذاري، راه إلا ما بانتلكش غير شهر تقلبي هذا، وكاين اللي صيفطوا لها الجن مخدمينها بالجن، صيفط بلا خاطر، راه غير الجن ياكل، فهمتوا؟ حضيو راسكم، كلشي الكليانات ديالي مغربيات، بنات بلادي ما نخافش منه، ما نخافش عليهم،
جزائريات، تونسيات، مصريات، سعوديات، كلشي ايرانيات، بنات العراق، كلشي كاع اللي متابعيني، حذاري حذاري حذاري، راه غير النصب والاحتيال. سير انت وحده شريفه وشريف، غير تدي الفلوس وتسد عليك وتعدك، فهمتوا؟ حذاري، راه عندنا الدلائل وكلشي، ما بغاش ننشرها وغادي ننشرها. قالوا لي البوليس تنعطيوك التسريح، انت عصب ان عندي نسابي وعندي عائلات هنايا، واللي كنخدم له جرادي غير فلان فلان، محاميين قودات، هذا في البرلمان، هذا في سميته، غير فلان فلان. هاد السيده شافت وصفه هي قالتها لي في اليوتيوب، لو كان لا دايره بعد الوصال، كاين الناس راه التليفون ديالي فيه الوصال. علاش ما تهضرش بالوصال؟ دايره واحد الابليكاسيون ما تقدري تهضري معها؟ لا والو، خاصك غير تشاطي معها. كل مره تمشي تعمر حالتها مبهدله، وبهدلتني معاه. كل ما دير تمشي تسرجي 5 اورو ودشي باش دير الويفي ديريكت ودير الواتساب وتهضر بالواتساب، هي دار واحد الابليكاسيون خاصك غير تشاطي معاه، يعني غير تكتبي لها. وانا هذوك اللي نكتب له ما نكتب لهوش نهائيا، تقدري تكتبي له يدي لك القناه كامله. بصح انا التليفون تاع اليوتيوب ما داير فيه لا تيك توك ولا انستغرام ولا حتى شي حاجه، دايره بوحدو خاص، فهمتي؟ وداير فيه الواتساب. وكل مره تمشي تعمر، ما كملنا هضره لا والو، ولكن حتى تليك من هذه دخلت لليوتيوب عند شي وحده في الوصف، لقاتها دايره وصفه تاخذي العفسه ديال الراجل ديالك، نوريكم صباطي حاشاكم، يعني تاخذي العفسه نتاع الراجل ديالك ليسريه. هي دارته بجوج، دارت ليمنه وليسرى، بغات ليسريه ولا العفسه، هذه غير السحر. هي هاد الوصفه شافتها قالت لك باش هي الراجل ديالها يحبها ويبقى يبقى بحال الكلب قدامها، لكن بالعكس غادي يكرهها وغادي يمرض. هذاك السيد خادت له هذا كسميته هذا الاثار، هاد السيده اللي قالتها لي من المغرب، باش تخرجتي على راسك كي ندير لها وبغات تقتل الكلب درك. نادت هزت العفسه ليسرى، هي مولات اليوتيوب قايله لها غير ليسرى، وهي هزت ليمنى وليسرى الاثار، دارته في اللحم وعطاته للكلب كله، والكلب مريض ومهلوك. يعني هاد السيد خلاته ودراته، هاديك غير الكراهية. هاديك العفسة كل ما تحرك الكلب ونبح في الكيس كسميته يتحرك هذاك في الفراش، وزايد الكلب مريض قريب يموت، غادي يشده سحر التمريض، رجليه يديه راسه عينيه، غادي يبقى بحال الكلب. حياة كل ما نبح الكلب غادي يبقى ينبح. انا نحضر هاد الوصفه ماشي هكا بحال هكا، ولكن تشبه شدوا الريق ديال الكلب مجهول، واحد كان يتعدى في القريه على الدريه، راني قلتها لكم، لكن شدوه في حضره فيها تاع الجدتي الحاجه كلشي نقول، هزوا هذاك الريق ديالو ووكلوه لذاك الكلب. اقسم لك يا ابن، انا عمري شفت بنادم ينبح بحال الكلب هذا، كان يتعدى على الورشه وكان يتعدى على الجده ديالي ملي كانت تخدم عندي، وانتقموا منه، فهمتي؟ انتقموا منه، وكان يصيفط البوليس العباد، فهمتي؟ راك عارف على السحاره والسحارات، ما عمرك تدري بيهم وما عمرك تجاد ليهم، ضربي الطم وسيري، فهمتي؟ وكلوه داك الريق ديالو بقى ينبح بحال الكلب، شي عام هو ينبح بحال الكلب، وينوض هكا ويحفر، فهمتي؟ هاديك اللي دارت انت اللي درتيها، راك راجلك خرجتي عليه، غادي الا حفر الكلب يبقى يحفر راجلك، نبح الكلب غادي يبقى ينبح الكلب، يبقى ينبح الراجل ديالك. تحرك الكلب غادي يتحرك الراجل ديالك، الا تحرك الكلب غير من لهنايا ومشى لحمو واحد اخر، الراجل ديالك غادي يخرج من كيسميته. اولا غادي يشده التمريض كل حياته، وداك المرض اللي في الكلب غادي يلصق فيه وغادي يبقى طول حياته. قالت لك واش نمشي درك نقتل الكلب؟ راه قريب منك انت، ولا الا قتلتي الكلب درك زدتي قتلتي الراجل، مصيبه درتيها على ربي. ما ديروش الوصفات الكاذبه، علاش قلت لك ديك ديال القهوه وديريها في الكاسرون وتحيدي سرح الكراهيه؟ هذاك راه سحر، هذيك الملحه راها سحر، فهمتي؟ ويلق والملحه كتجيب عمار الدهر. ما ديروش ديك الوصفه نتاع السبت، راه خالين بها عباد الله، وغادي نهضر لكم عليها. لكن هذه خلات هذا الراجل قتلاتو يا عباد الله، هو حي هذا الراجل، ما غادي يبقى يخدم كي الناس، غادي يبقاو يشوفوه صحابه والخدمه ديالها بحال الكلب، عيالات يشوفوه بحال الكلب، غادي يشده المرض اللي ما شد طول حياته. هاد الوصفة غير الانتقام ماشي المحبة، راه حشاوها لك، غشوك يا عباد الله، هادي كيديروها الانتقام، سحر ماشي محبة. كيفاش انت غادي تعطي للكلب باش يحبك؟ سميتها لا انت مزوجة الراجل ولا مزوجة الكلب؟ يلا عطيك ودل ضلو غير تشمشمو، قتلتو ولادكو وقتلتو رجالتكو، الله ياخد فيكم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل.
فين ما كان شي وصفه كاذبه راه غير شي ينقل مشي وغا الوصفات الكاذبه، راهو دايرين حاله غير لاحظوا نتوما بعينيكم فين ما مشيتو تلقاو الوصفه اللي دايره هذيك دايره هذا، ناقلينها هي خرطو غير نقلو، وديال الاغلبيه دايرين ديال الكراهيه، ديال الكراهيه يا عباد الله هذوك نتاع الانتقام، هذه ديال الكلب ديال العفسه باش تنتقمي بشي سيد ولا شي سيده، ماشي المحبه. يعطيك حبه راكي قتلتي هذا الراجل، عدفتيه وغادي تشوهه طول حياتك، ولا زدتي قالت لك نوض نقتل الكلب، هذه ما عندهاش كاع القلب ولا حنان، هذوك نوض داك البص عليك انتيا، فهمتي؟ الله ياخذ فيك الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. كان بغيكم ما عرفتيش، ولكن خاصك تسقسي الوصفه، ما تخلطيش وديريها حتى تسقسي، راه الاغلبيه الاغلبيه الوصفات كاذبه، فهمتي؟ كاينه 80% وصفات كاذبه، ما قارين عليها، ما عارفينها كي داير، ما عارفين الاعشاب، غير اللي ديرها هذه دير هذا ودونوض ويحرفوا، لاحظ الوصفات انا ندير هو من هنايا تلقى يحرف، فهمتي؟ كان بغيكم نموت عليكم وما ديرش هذه الوصفه يا عباد الله.